الرحمن الرحيم. بالإسناد المتصل إلى الإمام النووي قال: كتاب حمد الله تعالى. قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال الله تعالى: قل الحمد لله سيريكم آياته. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والآيات المصرحة بالأمر بالحمد والشكر وبفضلهما كثيرة معروفة. وروينا في سنن أبي داود وابن ماجة ومسند أبي عوانة الإسفرايني المخرج على صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد فهو أقطع، وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، وفي رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع. روينا هذه الألفاظ كلها في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي، وهو حديث حسن، وقد روي موصولا كما ذكرنا، وروي مرسلا، ورواية الموصول جيدة الإسناد. وإذا روي الحديث موصولا ومرسلا فالحكم للاتصال عند جمهور العلماء، لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير. ومعنى ذي بال أي له حال يهتم به، ومعنى أقطع أي ناقص قليل البركة، وأجزم بمعناها وهو بالذال المعجمة وبالجيم. قال العلماء: فيستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب وبين يدي سائر الأمور المهمة، قال الشافعي رحمه الله: أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه حمد الله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل: اعلم أن الحمد مستحب في ابتداء كل أمر ذي بال كما سبق، ويستحب بعد الفراغ من الطعام والشراب والعطاس وعند خطبة المرأة وهو طلب زواجها، وكذا عند عقد النكاح وبعد الخروج من الخلاء، وسيأتي بيان هذه المواضع في أبوابها بدلائلها
وتفريغ مسائلها إن شاء الله تعالى. وقد سبق بيان ما يقال بعد الخروج من الخلاء في بابه، ويستحب في ابتداء الكتب المصنفة كما سبق، وكذا في ابتداء دروس المدرسين وقراءة الطالبين، سواء قرأ حديثاً أو فقهاً أو غيرهما. وأحسن العبارات في ذلك: الحمد لله رب العالمين. فصل. حمد الله تعالى ركن في خطبة الجمعة وغيرها، لا يصح شيء منها إلا به، وأقل الواجب الحمد لله، والأفضل أن يزيد من الثناء، وتفصيله معروف في كتب الفقه، ويشترط كونها بالعربية. فصل. يستحب أن يختم دعاءه بالحمد لله رب العالمين، وكذا يبتدئه بالحمد لله. قال الله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأما ابتداء الدعاء بحمد الله وتمجيده فسيأتي دليله من الحديث الصحيح قريبا في كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى. فصل. يستحب حمد الله تعالى عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه، سواء حصل ذلك لنفسه أو لصاحبه أو للمسلمين. قال: روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. فصل. روينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال الترمذي: حديث حسن. والأحاديث في فضل الحمد كثيرة مشهورة، وقد سبق في أول الكتاب جملة من الأحاديث الصحيحة في فضل سبحان الله والحمد لله ونحو ذلك. فصل. قال المتأخرون من أصحابنا الخراسانيين: لو حلف إنسان ليحمدن الله تعالى بمجامع الحمد، ومنهم من قال بأجل التحاميد، فطريقه في بر يمينه أن يقول: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ومعنى يوافي نعمه أي يلاقيها فتحصل معه.
ويكافئ بهمزة في آخره، أي يساوي مزيد نعمه، ومعناه يقوم بشكر ما زاده من النعم والإحسان. قالوا: ولو حلف ليثنين على الله تعالى أحسن الثناء. فطريق البر أن يقول: لا أحصي ثناء علي، أنت كما أثنيت على نفسك. وزاد بعضهم في آخره: فلك الحمد حتى ترضى. وصور أبو سعد المتولي المسألة في من حلف ليثنين على الله تعالى بأجل الثناء وأعظمه، وزاد في أول الذكر: سبحانك. وعن أبي نصر التمار عن محمد ابن النضر رحمه الله قال: قال آدم صلى الله عليه وسلم: يا ربي، شغلتني بكسب يدي، فعلمني شيئا فيه مجامع الحمد والتسبيح. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: يا آدم، إذا أصبحت فقل ثلاثا، وإذا أمسيت فقل ثلاثا: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، فذلك مجامع الحمد والتسبيح، والله أعلم. كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأحاديث في فضلها والأمر بها أكثر من أن تحصر، ولكن نشير إلى أحرف من ذلك تنبيها على ما سواها وتبريكا للكتاب بذكرها. قال الإمام النووي: روينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وروينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الترمذي أيضا وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب رضي الله عنهم. وروينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة بالأسانيد الصحيحة عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليتا. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. قلت: أرم بفتح الراء وإسكان الميم وفتح التاء المخففة. قال الخطابي: أصله أرممت، فحذفوا إحدى الميمين، وهي لغة لبعض العرب، كما قالوا: ظلت أفعل كذا، أي ظللت، في نظائر لذلك.
وقال غيره إنما هو الرم بفتح الراء والميم المشددة وإسكان التاء رمت العظام، وقيل فيه أقوال أخرى. وروينا في سنن أبي داود في آخر كتاب الحج في باب زيارة القبور بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وروينا فيه أيضا بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. باب أمر من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه والتسليم صلى الله عليه وسلم. روينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في كتاب ابن السني بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فليصل علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عز وجل عليه بها عشرا. وروينا فيه بإسناد ضعيف عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصل علي فقد شاقيا. وروينا في كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورويناه في كتاب النسائي من رواية الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي: عند هذا الحديث يروى عن بعض أهل العلم قال: إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس. باب صفة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قدمنا في كتاب أذكار الصلاة صفة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها وبيان أكملها وأقلها. وأما ما قاله بعض أصحابنا وابن أبي زيد المالكي من استحباب زيادة على ذلك، وهي: وارحم محمداً وآل محمد، فهذه بدعة لا أصل لها. وقد بالغ الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي في كتابه شرح الترمذي في إنكار ذلك، وتخطئة ابن أبي زيد في ذلك وتجهيل فاعله. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فالزيادة على ذلك استقصار لقوله واستدراك عليه صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق. فصل: إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على أحدهما، فلا يقل صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. فصل: يستحب لقارئ الحديث وغيره ممن في معناه إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته
بالصلاة عليه والتسليم، ولا يبالغ في الرفع مبالغة فاحشة. وممن نص على رفع الصوت الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وآخرون، وقد نقلته إلى علوم الحديث. وقد نص العلماء من أصحابنا وغيرهم على أنه يستحب أن يرفع صوته بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلبية، والله أعلم. باب استفتاح الدعاء بالحمد لله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. روينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروينا في كتاب الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. قلت: أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يختم الدعاء بهما، والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة. باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعاً صلى الله عليه وسلم. أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع من يعتد به، وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا. وأما غير الأنبياء فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداء، فلا يقال أبو بكر صلى الله عليه. واختلف في هذا المنع، فقال بعض أصحابنا هو حرام، وقال أكثرهم مكروه كراهة تنزيه، وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف الأولى وليس مكروها. والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه، لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم. والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. قال أصحابنا، والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله سبحانه وتعالى، فكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لا يقال أبو بكر أو علي صلى الله عليه وإن كان معناه صحيح. واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعا لهم في الصلاة، فيقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته وتباعه، للأحاديث الصحيحة في ذلك، وقد أمرنا به في التشهد، ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضا.
وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا، فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال علي عليه السلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات، وأما الحاضر فيخاطب به فيقال سلام عليك أو سلام عليكم أو السلام عليك وعليكم، وهذا مجمع عليه وسيأتي إيضاحه في أبوابه إن شاء الله. فصل: يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار، فيقال رضي الله عنه أو رحمه الله ونحو ذلك. وأما ما قاله بعض العلماء إن قوله رضي الله عنه مخصوص بالصحابة ويقال في غيرهم رحمه الله فقط، فليس كما قال ولا يوافق عليه، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه ودلائله أكثر من أن تحصر. فإن كان المذكور صحابياً ابن صحابي قال قال ابن عمر رضي الله عنهما، وكذا ابن عباس وابن الزبير وابن جعفر وأسامة بن زيد ونحوهم ليشمله وأباه جميعاً. فصل: فإن قيل إذا ذكر لقمان ومريم هل يصلى عليهما كالأنبياء أم يترضى كالصحابة والأولياء أم يقال عليهما السلام؟ فالجواب أن الجماهير من العلماء على أنهما ليسا نبيين، وقد شذ من قال نبيان، ولا التفات إليه ولا تعريج عليه، وقد أوضحت ذلك في كتاب تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي. فإذا عرف ذلك فقد قال بعض العلماء كلاما يفهم منه أنه يقول قال لقمان أو مريم صلى الله على الأنبياء وعليه أو عليها وسلم، قال لأنهما يرتفعان عن حال من يقال رضي الله عنه لما في القرآن العزيز مما يرفعهما، والذي أراه أن هذا لا بأس به، وأن الأرجح أن يقال رضي الله عنه أو رضي الله عنها، لأن هذا مرتبة غير الأنبياء ولم يثبت كونهما نبيين. وقد نقل إمام الحرمين إجماع العلماء على أن مريم ليست نبية ذكره في الإرشاد، ولو قال عليه السلام أو عليها السلام فالظاهر أنه لا بأس به، والله أعلم. كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات: اعلم أن ما ذكرته في الأبواب السابقة يتكرر في كل يوم وليلة على حسب ما تقدم وتبين، وأما ما أذكره الآن فهي أذكار ودعوات تكون في أوقات لأسباب عارضة، فلهذا لا يلتزم فيها ترتيب. باب دعاء الاستخارة: روينا في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك
وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. قال العلماء: تستحب الاستخارة بالصلاة والدعاء المذكور، وتكون الصلاة ركعتين من النافلة، والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب وبتحية المسجد وغيرها من النوافل، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء. ويستحب افتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد لله والصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الاستخارة مستحبة في جميع الأمور، كما صرح به نص هذا الحديث الصحيح: وإذا استخار مضى بعدها لما ينشرح صدره له، والله أعلم. وروينا في كتاب الترمذي بإسناد ضعيف، ضعفه الترمذي وغيره، عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الأمر قال: اللهم خر لي واختر لي. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات، ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه. إسناده غريب، فيه من لا أعرفهم، كما قال الإمام الترمذي والإمام ابن السني. ويكمل القراءة الأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد إمام المتقين وخير الذاكرين، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، وبعد. فبالإسناد المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى قال: أبواب الأذكار التي تقال في أوقات الشدة وعلى العاهات. باب دعاء الكرب والدعاء عند الأمور المهمة. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال ذلك. قوله حزبه أمر أي نزل به أمر مهم أو أصابه غم. ورأينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أكربه أمر قال: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ورأينا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا همه الأمر
رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. قال: ورأينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وروينا في سنن النسائي وكتاب ابن السني عن عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنهم قال: لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وأمرني إن نزل بي كرب أو شدة أن أقولها: لا إله إلا الله الكريم العظيم، سبحانه تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وكان عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يلقنها وينكث بها على الموعوك ويعلمها المغتربة من بناته. قلت: الموعوق المحموم، وقيل هو الذي أصابه نغث الحمى، والمغتربة من النساء التي تزوج أو تزوج إلى غير أقاربها. قال: رأينا في سنن أبي داود عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ورأينا في سنن أبي داود وابن ماجه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وروينا في كتاب ابن السني عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة عند الكرب أغاثه الله عز وجل. وروينا فيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج عنه، كلمة أخي يونس صلى الله عليه وسلم، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت، سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. ورواه الترمذي عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذا دعا ربه، إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. باب ما يقوله إذا راعه شيء أو فزع. ورأينا في كتاب ابن السني عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا راعه شيء قال: هو الله، الله ربي لا شريك له. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو ابن عمرو رضي الله عنهما يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. قال الترمذي: حديث حسن. باب ما يقول إذا أصابه هم أو حزن. روينا في كتاب ابن السني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه هم أو حزن فليدعو بهذه الكلمات، يقول: أنا عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، في قبضتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إن المغبون
لمن غبن هؤلاء الكلمات؟ فقال: أجل، فقولهن وعلموهن، فإنه من قالهن التماس ما فيهن أذهب الله تعالى حزنه وأطال فرحه. باب ما يقول إذا وقع في هلكة. رأينا في كتاب ابن السني عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، ألا أعلمك كلمات إذا وقعت في ورطة قلتها؟ قلت: بلى. جعلني الله فداءك. قال: إذا وقعت في ورطة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن الله تعالى يصرخ بها ما شاء من أنواع البلاء. قلت: الورطة بفتح الواو وإسكان الراء، وهي الهلاك. باب ما يقول إذا خاف قوما. قال: روينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. باب ما يقول إذا خاف سلطانا. قال: رأينا في كتاب ابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفت سلطانا أو غيره فقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك. ويستحب أن يقول ما قدمناه في الباب السابق من حديث أبي موسى رضي الله عنه. باب ما يقول إذا نظر إلى عدوه. قال: رأينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلقي العدو فسمعته يقول: يا مالك يوم الدين، إياك أعبد وإياك أستعين، فلقد رأيت الرجال تصرع تضربها الملائكة من بين أيديها ومن خلفها. قال: ويستحب ما قدمناه في الباب السابق من حديث أبي موسى رضي الله عنه. باب ما يقول إذا عرض له شيطان أو خاف. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فينبغي أن يتعوذ ثم يقرأ من القرآن ما تيسر. قال: رأينا في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار يجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فاستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أو ولدان أهل المدينة. قلت: وينبغي أن يؤذن أذان الصلاة. فقد رأينا في صحيح مسلم عن سهيل بن أبي صالح أنه قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه، وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك أو لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر. باب ما يقول إذا غلبه أمر. قال: رأينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وفي كل خير: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا،
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ورأينا في سنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. قلت: الكيس فتح الكاف وإسكان الياء، ويطلق على معان منها الرفق، فمعناه والله أعلم عليك بالعمل في رفق بحيث تطيق الدوام عليه. باب ما يقول إذا استصعب عليه أمر. روينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قلت: الحزن فتح الحاء المهملة وإسكان الزاي، وهو غليظ الأرض وخشينها. باب ما يقول إذا تعثرت معيشته. قال: روينا في كتاب ابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يمنع أحدكم إذا عصر عليه أمر معيشته أن يقول: إذا خرج من بيته: بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم ربني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. باب ما يقول لدفع الآفات. رأينا في كتاب ابن السني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة في أهل ومال وولد فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيها آفة دون الموت. باب ما يقوله إذا أصابته نكبة قليلة أو كثيرة. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال: رأينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله، فإنها من المصائب. قلت: الشسع بكسر الشين المعجمة ثم بإسكان السين المهملة، وهو أحد سيور النعل التي تشد إلى زمامها. باب ما يقوله إذا كان عليه دين عجز عنه. قال: روينا في كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. قال الترمذي: حديث حسن. وقد قدمنا في باب ما يقال عند الصباح والمساء حديث أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الرجل الصحابي الذي يقال له أبو أمامة، وقول له: هموم لزمتني وديون. باب ما يقوله من بلي بالوحشة. روينا في كتاب ابن السني عن الوليد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد وحشة. قال: إذا أخذت مضجعك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لا تضرك أو لا تقربك. رأينا فيه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يشكو إليه الوحشة، فقال: أكثر من أن تقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت. فقالها الرجل فذهبت عنه الوحشة. باب ما يقوله من بلي بالوسوسة. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فأحسن ما يقال ما أدبنا الله تعالى به وأمرنا بقوله. ورأينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية في الصحيح: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله ورسله. ورأينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد من هذا الوسواس فليقل: آمنا بالله وبرسله ثلاثا، فإن ذلك يذهب عنه. ورأينا في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب أو خنزب أو خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثا. ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عني. قلت: خنزب بخاء معجمة، ثم نون ساكنة، ثم زاي مفتوحة، ثم باء موحدة. واختلف العلماء في ضبط الخاء، فمنهم من فتحها، ومنهم من كسرها، وهذان مشهوران، ومنهم من ضمها، حكاه ابن الأثير في نهاية الغريب، والمعروف الفتح والكسر. وروينا في سنن أبي داود بإسناد جيد عن أبي زميل قال: قلت لابن عباس: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به. فقال لي: أشيء من شك؟ وضحك وقال: ما نجا منه أحد حتى أنزل الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك الآية. فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. رأينا بإسنادنا الصحيح في رسالة الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله عن أحمد بن عطاء الروذباري السيد الجليل رضي الله عنه قال: كان في استقصاء في أمر الطهارة، وضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي، فقلت: يا رب عفوك عفوك. فسمعت هاتفا يقول: العفو في العلم، فزال عني ذلك. وقال بعض العلماء: يستحب قول لا إله إلا الله لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء أو الصلاة وشبهها، فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس، أي تأخر وبعد. ولا إله إلا الله رأس الذكر، ولذلك اختار السادة الأدلة من صفوة هذه الأمة أهل تربية السالكين وتأديب المريدين قول لا إله إلا الله لأهل الخلوة، وأمروهم بالمداومة عليها، وقالوا: أنفع علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه. وقال السيد الجليل أحمد بن أبي الحواري بفتح الراء وكسرها: شكوت إلى أبي سليمان الداراني الوسواس، فقال: إذا أردت أن ينقطع عنك فأي وقت أحسست به فافرح، فإنك فرحت به. انقطع عنك، لأنه ليس شيء أبغض إلى الشيطان من سرور المؤمن، وإن اغتممت به زادك. قلت: وهذا مما يؤيد ما قاله بعض الأئمة: إن الوسواس إنما يبتلى به من كمل إيمانه، فإن اللص لا يقصد بيتا خربا. ويكمل القراءة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالإسناد المتصل إلى الإمام النووي
رضي الله تعالى عنه في كتاب الأذكار قال: باب ما يقرأ على المعتوه والملدوه. قال: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يكفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. وقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر الذي يأمرنا. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصابتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ رواية البخاري، وهي أتم الروايات. وفي رواية: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويكفل فبرأ الرجل. وفي رواية: فأمر له بثلاثين شاة. قال: قلت: قوله وما به قلبة، وهي بفتح القاف واللام والباء الموحدة، أي وجع. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي وجع. فقال: وما وجع أخيه؟ قال: به لمم. قال: فابعث به إلي. فجاء فجلس بين يديه، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وآيتين من وسطها: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض، حتى فرغ من الآية وآية الكرسي وثلاث آيات من آخر سورة البقرة وآية من أول سورة آل عمران، وشهد الله أنه لا إله إلا هو إلى آخر الآية، وآية من سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وآية من سورة المؤمنين: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وآية من سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وعشر آيات من سورة الصافات من أولها، وثلاثا من آخر سورة الحشر، وقل هو الله أحد والمعوذتين. قلت: قال أهل اللغة: اللمم طرف من الجنون يلم بالإنسان ويعتريه. قال: وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن خارجة بن الصلت عن عمه قال:
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم رجعت، فمررت على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا حدثنا أن صاحبك هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوني 100 شاة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل إلا هذا؟ وفي رواية: هل قلت غير هذا؟ قلت: لا. قال: خذها، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. قال: وروينا في كتاب ابن السني بلفظ آخر، وهي رواية أخرى لأبي داود، قال فيها عن خارجة عن عمه قال: أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب، فقالوا: عندكم دواء؟ فإن عندنا معتوها في القيود. فجاءوا بالمعتوه في القيود، فقرأت عليه فاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، أجمع بزاقي ثم أدفل، فكأنما نشط من عقال. فأعطوني جعلا، فقلت: لا. فقالوا: سل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألته فقال: كل، فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. قلت: هذا العم اسمه علاقة بن صحار، وقيل اسمه عبد الله. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ في أذن مبتلى فأفاق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قرأت في أذنه؟ قال: قرأت: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، حتى فرغ من آخر السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزال. باب ما يعوذ به الصبيان وغيرهم. قال: روينا في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق صلى الله عليهم أجمعين وسلم. قلت: قال العلماء: الهامة بتشديد الميم، وهي كل ذات سم يقتل كالحية وغيرها، والجمع الهوام. قالوا: وقد يقع الهوام على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات. ومنه حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: أيؤذيك هوام رأسك؟ أي القمد. وأما العين اللامة فهي بتشديد الميم، وهي التي تصيب ما نظرت إليه بسوء. باب ما يقال على الخراج والبثرة ونحوهما. في الباب حديث عائشة الآتي قريبا في باب ما يقوله المريض ويقرأ عليه. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج في إصبعي بثرة، فقال: عندك زريرة؟ فوضعها عليها وقال: قولي: اللهم مصغر الكبير ومكبر الصغير، صغر ما بي. فطفئت. قلت: البثرة بفتح الباء الموحدة وإسكان الثاء المثلثة وبفتحها أيضا لغتان، وهو خراج صغار، ويقال:
بثر وجهه وبثر بكسر الثاء وفتحها وضمها ثلاث لغات. وأما الذريرة فهي فتاة قصب من قصب الطيب يجاء به من الهند. كتاب أذكار المرض والموت وما يتعلق بهما. باب استحباب الإكثار من ذكر الموت. قال: روينا بالأسانيد الصحيحة في كتاب الترمذي وكتاب النسائي وكتاب ابن ماجه وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. قال الترمذي: حديث حسن. باب استحباب سؤال أهل المريض وأقاربه عنه وجواب المسؤول. قال: روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله تعالى بارئا. باب ما يقوله المريض ويقال له ويقرأ عليه وسؤاله عن حاله. قال: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. وفي رواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي توفي فيه بالمعوذات. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيدي نفسه لبركتها. وفي رواية: كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قيل للزهري أحد رواة هذا الحديث: كيف ينفث؟ فقال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. قلت: وفي الباب الأحاديث التي تقدمت في باب ما يقرأ على المعتوه وهو قراءة الفاتحة وغيرها. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وغيرها عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وفي رواية: تربة أرضنا وريقة بعضنا. قلت: قال العلماء معنى بريقة بعضنا أي ببصاقه، والمراد بصاق بني آدم. قال ابن فارس: الريق ريق الإنسان وغيره، وقد يؤنث فيقال ريقة. وقال الجوهري في صحاحه: الريقة أخص من الريق. قال: وروينا في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية: كان يرقي يقول:
امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. قال: وروينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا أنت، لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. قلت: معنى لا يغادر أي لا يترك، والبأس الشدة والمرض. قال: وروينا في صحيح مسلم رحمه الله عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر. قال: وروينا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي بالإسناد الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله سبحانه وتعالى من ذلك المرض. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. قلت: يشفيك بفتح أوله. قال: وروينا في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. لم يضعفه أبو داود. قلت: ينكأ بفتح أوله وهمز آخره، ومعناه يؤلمه ويوجعه. قال: وروينا في كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: كنت شاكيا فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فارفعني، وإن كان بلاء فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قل؟ فأعاد عليه ما قال، فضربه برجله وقال: اللهم عافه أو اشفه. شك شعبة قال: فما اشتكيت وجعي بعد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده، قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: لا إله إلا أنا لي الحمد ولي الملك. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. قال الترمذي: حديث حسن. قال: وروينا في صحيح مسلم
وكتب الترمذي والنسائي وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقي من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وهو محموم فقال: كفارة وطهور. قال: وروينا في كتابي الترمذي وابن السني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده فيسأله كيف هو. هذا لفظ الترمذي. وفي رواية ابن السني: من تمام العيادة أن تضع يدك على المريض فتقول: كيف أصبحت أو كيف أمسيت. قال الترمذي: ليس إسناده بذاك. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن سلمان رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال: يا سلمان، شفى الله سقمك وغفر ذنبك وعافاك في دينك وجسمك إلى مدة أجله. قال: وروينا فيه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: مرضت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني فعوذني يوما فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من شر ما تجد. فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، تعوذ.